مساء الخير عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من راديو وتلفزيون الجليل. النهاردة طبعا هنقول الأول نبارك للزمالك على الفوز بالأمس، طبعا فوز ضعيف وعارفين كل الكلام ده، ولكن بداية موسم يعتبر يعني، زائد إن في لعيبة جدد دخلوا على الفريق. ننتظر، لان احنا كعادتنا ما بنهاجمش اي لاعب ولا بنهاجم مدرب زي ما بيحصل مع بعض القنوات او بعض المسؤولين في النادي. الحته المايله عندهم هم اللعيبه والجهاز الطبي او الجهاز الاداري او الجهاز الفني، وكل لعيب يترمي عليه. طبعا بالذات لما يكون لاعب مثلا كبير ولا بتاع، المفروض نتفهم هذا يعني. وهنتكلم على موضوع يعني خبر قريته يعني ما يصحش يطلع يعني. تاني حاجة طبعا للأسف فريق كرة اليد الكوماندوز، ما أعرفش إيه اللي جرى. طبعا المسؤولين عن فريق كرة اليد بس فالحين، ويمكن قالها الجريء امبارح ويعني أفاض فيها، مش هنكرر الكلام اللي بيتقال. شيء يعني مخزي ان يبقى المسؤول عن فريق كرة القدم، فريق كرة اليد، بيتفرج على كرة قدم وشايف فريق كرة اليد لوحده. في شيء غلط، في تغيير مدرب ما كانش لازم يتغير، في حاجات كتير يعني ما اعرفش. يمكن عشان المدرب ده ما جابوهوش هما فجم غيروه. مدرب الاسباني كان مساعد برشلونة اللي هو بطل العالم، تمشي لسبب او لاخر ما تفهمش. الراجل كان عايز يقعد، هم لا، هم ازاي يقعد؟ لا ما عندناش، احنا عندنا اهم حاجه مناخيرنا تكون لفوق يعني، لازم احنا اللي نكون جايبينه، ودي النتيجه. وبعدين يتكلم ويقول لك احنا بنحققنا بطولات ما تحققش، ده اللي كان حققت اكتر منا. اللي كان جابت لفريق كره اليد ده جابت بطولة افريقيا وجابت بطولة الدوري وجابت السوبر الافريقي وراحت كاس العالم، انت كل دول ما جبتهمش يعني، كل ده ما جاش، كل دي خسائر يعني. لا لا يعني الدوري ماشي خدناه وكان في نهايته قبل لما جيته يعني، ما علينا. السوبر ضاع، بطولة افريقيا ضاعت، البطولة العربية ضاعت، ما رحناش كاس العالم، جات لنا فرصتين نروح كاس العالم، اما نفوز في السوبر الافريقي او نفوز بالبطوله العربيه، في الاثنين لم نفوز. خمس بطولات في اقل من شهر او اربع بطولات خسرها الزمالك. ف يعني واضح ان ما فيش فرق لا بينكم ولا بين اللي جاي، واللي جاي يمكن افضل لان جاب البطولات اكتر، زائد كره السله ما جبتش حاجه خالص، وهم جابوا بطوله الدوري وجابوا بطوله الكاس وجابوا راحوا بطولة افريقيا خدوها وراحوا كأس العالم. إنجازات لغاية دلوقتي ما اتحققتش عندنا، مش كده ولا إيه؟ فيعني ما للأسف عايزين وقفة شوية للكوماندوز، لأن ما يصحش إن الكوماندوز يروح بطولتين في أسبوع ولا 10 أيام ويخسر البطولتين. ما يروحش كأس العالم وجات له الفرصة مرتين، كانت بتبقى مرة واحدة وبياخدها. ده للأسف كان الخبر السيء بتاع امبارح. أما بالنسبة للكورة فأنا بصراحة قريت تصريح للكابتن جمال عبد الحميد اللي هو عضو مجلس الإدارة، هم مش فالحين يظهروا إلا في الكلام الفارغ وفي قناة الزمالك، وبينتقد البروفيسور وبيتهمه إن هو ليه ما لعبش اللعيبة الجدد لغاية آخر المباراة. طبعًا أنت لاعب كورة ومفروض تفهم، وبعدين أنت حتى مدرب، أنا آسف الكلمة يعني، على قدك يعني، أنت ما نجحتش مع أي نادي يعني، وما تعدلش على البروفيسير يعني، بالذات في النقطه دي يعني. لما يكون لعيبه جدد لسه ما تعودوش على بعض مع الفريق، هم اللي يتغيروا الاول. وبعدين لما نزل الشباب بقت في هجمات كتير، ولكن للاسف هم اهدروها لنقص خبره، للنفخه اللي نفختوها لهم، وبقوا يفتكروا نفسهم يعني بقوا نجوم وهم لسه بيبتدوا الفريق. انتوا السبب، هم لسه مش نجوم، اهدروا فرص كان ممكن النتيجه تكون 4-5، ما كنتش هتقول الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي.
كنت هتقول برافو يا بروف، نزلت الشباب ومش عارف ايه، وفي قناه الزمالك وتهاجموا المدرب. طب ما بيوصل له الكلام ده، انتوا امتى هتتعلموا الاسلوب في الكلام، او امتى هتتعلموا ان انتوا تكونوا كل كلمه بحساب؟ للاسف مفيش، للاسف مفيش. كلام فارغ في كلام فارغ، وبس هجوم هجوم هجوم. وانت طبعا لو نزلت الملعب تدرب هنشوف بلاوي يعني. فالمفروض يعني يا جماعه ان احنا ما نتكلمش في الحاجات دي، المفروض ان احنا ما نتكلمش في الحاجات دي. ما نهاجمش لا لعيبه ولا، واول مباراه بعد الراحه اللي خدوها، وبعدين لعيبه جدد وانت عايز مكملهم لاخر المباراه، غلط. ما ينفعش، لازم ياخدوا على فتره، على فترات كده، والمدرب عارف واحنا مش عارفين، لان هو اللي بيدرب في الملعب. فارجو يعني تلموا يعني نفسكم شويه، وتبطلوا نصاحه على المدرب ولا اللعيبه، واشتغلوا في حاجات اهم، بدل ما تطلعوا في الاستوديوهات التحليليه الخايبه اللي انتوا بتطلعوا فيها وما انتوش عارفين تقولوا ايه، وكل همكم دفعنا ملايين، ازاي ما لعبهمش؟ ملايين ايه اللي دفعتها؟ ما علينا، الملايين يا حبيبي، انت اكتر من 3 لعيبه جايبهم ببلاش. ملايين ايه اللي دفعتها؟ وحتى لو دفعت ملايين، معنى ان انت دفعت ملايين تجبر المدرب يعمل حاجه انت عايزها يعني؟ هي بالفلوس؟ ما غيرنا دفع مليارات وما خدش حاجه. الموضوع مش بالفلوس يا كابتن، يا لاعب كوره قديم وكابتن منتخب مصر، ما يصحش يطلع منك الكلام ده. كلام سيء. كمان في خبر قريته النهارده الصبح الحقيقه زعلني جدا، لان احنا اصل يا جماعه احنا هنا في القناه ما نعرفش اللون الفانيلاتي، احنا نعرف الغلط والصح. لما يطلع كابتن رضا عبد العالي والكابتن المستضيف اعتقد اسمه محمد فاروق، وينتقدوا اللاعب الجديد البرازيلي بالنسبه زي ما احنا بنقول لمدينة ان اللاعب الجديد لسه لازم تصبر عليه، برضه لازم نقول نفس الكلام على اي نادي تاني. ده لاعب جديد لسه جاي بقاله كام يوم يعني، لا اندمج ولا عمل. المشكله بقى مش انهم انتقدوه بانه لاعب سيء مثلا زي ما بيقولوا، او لا يصلح وكلام فارغ من ده من اول مباراه، اظن ده عيب يعني، وعيب من ناس لعبت كوره. وازاي تهاجم لاعب لسه جاي، لسه ما اندمجش، لسه ما عملش، لسه ما تظهرش يعني، ده الفز قوي قوي بقى اللي بيظهر بعد مباراتين ثلاثه يعني. يعني ممكن يقعد شهر او اكتر قبل ما تظهر امكانياته. فانتوا بتهاجموه من اول لحظه، من اول 90 دقيقه. المشكله بقى اللي احنا ما بنقبلهاش على اي لعيب في الزمالك، ما نقبلهاش على اي لعيب اي نادي تاني، انهم تنمروا على اللاعب. الكابتن رضا عبد العال بسقطه يعني، اصله مش اعلاميين يا جماعه. اللي مش اعلامي ما بيخليش باله من كلامه، ما بيحسبش الكلمه قبل ما يقولها، وهم ما لهمش فيها. لما يقول ان اللاعب بيتنطط على الكوره عامل زي القرد، والتاني يرد عليه بمنتهى يعني، الواحد مش عايز يقول كلام غلط يعني، يقول له اصله ما اكلش موز. طب ده كلام يتقال على لاعب اجنبي، انتوا بتسوقوا سمعه مصر كده. وبعدين احنا ما بنقبلش التنمر لا على شيكابالا ولا على غيره، ولا نقبله على اي لاعب يخص النادي المنافس او اي نادي في البر، او اي شخص، مش لازم يكون لاعب كوره. سقطة فظيعة، وأنا أتمنى زي ما بتمنى أي قناة تانية تتنمر على لاعب من عندنا، أتمنى إن دول يتعاقبوا. عيب عيب يطلع ده من ناس لعيبة كورة سابقين، لكن للأسف ما هماش إعلاميين، وعشان كده الأخطاء واردة عندهم. ده كان خبرين قريته مع الصبح، بصراحة يعني زعلوني. ما اعرفش راي حضراتكم ايه يعني. ندخل بقى في مواضيعنا. اولا قبل ما ندخل في مواضيعنا، احب حضراتكم طبعا اللايك والشير والتعليق، قولوا لنا رايكم. احنا لما بنسالكم يا جماعه وبندور ونبحث وبتاع، بيبقى هدفنا حضراتكم ان احنا نوضح لحضراتكم بعض الاشياء، وبنحب نعرف رايكم. مش عايزين تقولوا رايكم بس، انا عارف ان انا اغلبكم ما بيعجبكمش كلامي طبعا، انما انا بتكلم الناس اللي بيعجبها كلامي.
وبيبقى كلامي موجه لناس معينه هم عارفين بيوصل لهم. انما كان نفسي انكم تقولوا رايكم في طبعا حضراتكم منكم يعني بيهتم بالكلام اللي الواحد بيقوله، وفي مش عاجبهم طبعا انا بحترم دول وبحترم دول. بالعكس انا بحترم يعني لو اللي مش عاجبه كلامي بدل ما يقاطع كلامي يقول لي رايه وان هو مش عاجبه ليه كلامي افضل لي، يعني انا اعتقد انه افضل وشجاعه افضل يعني. ما علينا، نتمنى اللايك والشير ان شاء الله، لان القناه دي بتبذل مجهود عشان تقول لكم حقائق، وما اعتقدش ان يكون جزاها اللي بيحصل. ايضا بحب طبعا، انا ما بحبش اكرر كلام الجريء ولكن مضطر اقوله، هو موضوع نادي القرن صاحب السمو امير الجماعه ملوش علاقه بنادي القرن ولا ايه، و6 اكتوبر، واعتقد 6 اكتوبر هيضيع من نادي الزمالك. ايضا يمكن انا قلت لكم ولو حضراتكم بتفتكروا يعني الكلام اللي الواحد بيقوله لما قال حفله ضخمه وهاني شاكر ومش عارف مين وعمرو دياب وقال اسامي كده فطاحل يعني في الفن، هيحلوا حفله فوز الفوز بالدوري والكاس، وانا قلت لكم يوميها لو كان عملها نفس الكلام قاله لما خدنا الكونفدراليه وما حصلش شيء، ويوميها قلت لكم برضه مش هيحصل شيء. واظن واضح ان كلامنا احنا ما بننجمش، بس احنا بنبص لقدام وعارفين الشخص اللي قدامنا ده بيقول ايه وامتى بيكذب وامتى بيقول حقيقه، ونفسنا مره نقول على حاجه قالها حقيقه. انا قلت لكم لا هيعمل احتفال ولا هيعمل شيء ولا اي شيء من الكلام ده كان عمله لما قال نفس الكلام في الكونفدراليه، ولو في فيديوهات قديمه ممكن حضراتكم تراجعوها وتقولوا تشوفوا ان انا قلت نفس الكلام وحصل والحمد لله. دلوقتي هدخل معاكم في مواضيع ثانيه مختلفه شويه. النهارده هتكلم في ثلاث حاجات تقريبا. اول حاجه هتكلم فيها هي موضوع انا قريت ان محمد عبد السلام اداره نادي الزمالك بتعمل نفس الخطا اللي عمله النادي الاهلي، وانا لما بقول على حاجه للنادي الاهلي او اي نادي ما اقدرش اقول عكسه لما يعمله نادي الزمالك. احنا اتكلمنا على اللاعب صلاح محسن ان قائمه انتظار، وانا قلت لحضراتكم ما فيش حاجه اسمها قائمه انتظار، وان ده خطا قانوني الفيفا لا يعترف به. او ما اسمع ان بيفكر اداره الزمالك ان هم يحطوا برضو محمد عبد السلام على قائمه الانتظار. يا جماعه هيبقى لاعب حر، ما فيش حاجه اسمها قائمه انتظار. والنهارده تقريبا اخر يوم في القيد، لو ما سجلوهوش النهارده يبقى لاعب حر ويقدر يروح اي مكان. ويمكن عشان يمكن بتنسوا حضراته انا هفكركم انا قلت ايه بالظبط الموضوع اللاعب النادي الاهلي وبكرره بالنسبه لنادي الزمالك. احنا لا نتلون ولا ننافق وما نقولش حاجه على المنافس ونقول عكسها لو عملها نادينا. اتفضلوا حضراتكم اسمعوا من كام يوم انا مع الجريء المحترم قلت ايه وكان رأيي ايه في المواضيع اللي زي دي، مفيش قائمة انتظار. الوضع اللي ضغط على النص بالظبط ده كشف النص مليار اللي احنا فاكرين لما قلنا من اول يوم وما كنتوش مصدقين برضه ان مفيش ولا نص مليار. احنا دايما بنقول حاجات ما بتصدقهاش في الاخر. احنا لسه موضوع قاريه النهارده ان عشان تعرفوا بس احنا هنا بنقول من اول يوم. انا من اول يوم قلت مع حضراتكم في الفيديو ان مفيش حاجه اسمها قائمه انتظار، الاتحاد الدولي ما اعترفش بالكلام ده، واللاعب يعتبر حر. حتى دخلت سيده محترمه اهلاويه وقالت لي ده الاهلي ما يعملش حاجه غلط. لا غلط يا سيده الفاضله، واللاعب ده حر دلوقتي يقدر يروح اي مكان لو هو شجاع يقدر يعطف بعضه ويمشي ويروح اي مكان. احنا هنا بنقول الحق. انت غلطت معايا دلوقتي نقطه لي مثلا في والله انا ما فتحتش النقطه. انا ما اديتش معلومات ان في مسؤول كبير في الزمالك قعد مع صلاح محسن قد
أو مدن النبي آدم صاحب السبقة التاريخية لله. وإن الله متغيب على التنزيلات من الأهل بقى له 4 أيام، إحنا بنقول كل الموضوع وكل الشفافية ما لناش علاقة. طبعا إحنا ما لناش علاقة. ما عندناش علاقة. الخبر تبع مين؟ إحنا بنتكلم الحق والقانون. رئيس النادي عنده مشكلة معاه. أنا بتكلم خبر. ده خبر بحيادية وبإعلام. مليون في المية في مسؤول في الزمالك قاعد مع صلاح. ومليار في المية اللي قاعد متغيب عليه. طبعا قلنا الخبر ده طبعا، وقال الاستاذ الجريء ان قاعد مع مسؤول من نادي الزمالك والكلام ده كله، انما احنا ما بنغيرش راينا في اي كلام سواء يخصنا او يخص اي نادي اخر. الغلط هنا هو غلط هنا، مش زي غيرنا نقول على لاعب وهجيب لكم عليه انس اسامه انه ماضي لنادي قبلينا ونقول لا ده بتاعنا. وانا قلتها برضو زمان ان لا هنتكلم فيها في الموضوع ده برضو. نقطة موضوع تاني كمان، احنا بنحب نجيب لكم بالاثبات يا جماعة بالفيديوهات وبالاصوات وبالصورة وكله لو عايزين، كمان واخدين بال حضراتكم كمان على موضوع مهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد. انا يمكن طلعت قلت ان مهند لاشين وده مش لاعب بتاعنا، وكان طلع صاحب السمو والسعاده امير الجماعه وقال لك هيرجع غصب عن فيوتشر وغصب عن الكل. مهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد بتوعنا، وبقدره قادر لا ده جه ولا ده جه، وشفتم بكتم. والقانون انا قلت معانا في عمر كمال ولكنه مش معانا في مهند لاشين. قلت لحضراتكم ان انا اتحداه صاحب السمو والسعادة الأمير أمير الجماعة لو يقدر يجيب مهند لاشين، إنما لو ما جابش عمر كمال يتحاسب لأن عمر كمال بتاعنا. وطبعا سكتم بكتم، الإعلام الزملكاوي هزاز الرؤوس للأسف، ما حدش جاب سيرة ولا جاب خبر. أنا هجمعكم هو قال إيه بالظبط في الوقت ده من كام شهر، حوالي 4 شهور، من 4 شهور بالظبط تقريبا. قال ايه في الموضوع ده وانا قلت ايه. اتفضلوا حضراتكم اسمعوا معايا. طلب جمهور الزمالك مهند لاشين. مهند لاشين يا باشا اسمع اللي انا بقوله. انا بقول لحضرتك استعرض يا مهند لاشين وعمر كمال حته والنادي ده كله حته. انا بقول لك والنادي ده كله حته. كنا مقصود في الوقت ده والله ما بهزر، مش من حقك يا باشا، كلامي واضح والكل سامعني. ايوه هتاخدها بطريقه ثانيه غير يا باشا. النادي فيوتشر في مكان وقدامه اللي تنزل في مكان ثاني. الورق ما يسمحلكش عشان الواحد كله مع الزمالك. انا بس ما يا باشا الورق لصالح الزمالك، خد منك الورق في صالح الزمالك وراحوا للنادي فيوتشر. اي تهذيب سواء محمد حلاوه ايمن منصور كلهم تقريبا على واحد في الورق اللي واخد ارض ب 11 مليار دوت وبيبلط في البلد. ما علينا، شفتوا قال ايه واحنا قلنا ايه. دلوقتي نقول لحضراتكم يعني احنا قلنا ان مهند لاشين يا جماعه مش ملك النادي الزمالك. قلنا الكلام مهند لاشين مش ملك النادي الزمالك. وغيرنا هو قال لا ده المستندات في صالح نادي الزمالك. طبعا المستندات ما طلعتش لا في صالح نادي الزمالك ولا شيء، واللعيبه دلوقتي موجودين هناك ما عدا طبعا انا لا اعترف بوجود اللاعب فيوتشر. طبعا انا معلش انا اسف انا بجيب لكم اللي اتقال وهقول لكم احنا دايما بنقول ايه واللي بيحصل العكس بالظبط. النهارده نادي الزمالك ما نقدرش نقول ان هو في اداره شغاله مظبوط الحقيقه. للاسف ما فيش اداره شغاله مظبوط، لان احنا بنقول دايما
بدور لكم بس على احنا قلنا ايه. انا يعني عايزين بنثبت لكم بالكلام يعني يعني بالدليل ان احنا قلنا ايه وهو كان بيقول ايه. هو قال حاجه والحاجه اللي احنا قلناها عكس اللي هو قاله، واللي احنا قلناه هو اللي مشي، ما عدا موضوع مهند عمر كمال عبد الواحد. انا قلت لو ما جابوش يتحاسب الحقيقه، يعني الا عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد المفروض كنا ناخده ونقول ان نصعد للفيفا كل حاجه، انما للاسف ما عملش حاجه منه، وده اللي احنا بنطالبه بيه. فين حق نادي الزمالك في عمر كمال عبد الواحد؟ عايزين حق نادي الزمالك في عمر كمال عبد الواحد. اهو هجيبها لكم بس من اولها. انا قلت ايه؟ احنا بنقول الحق. انا تحديته. وكلمت برضو على شبابنا انه من حقنا، وفعلا من حقنا ده رجعوه. والاتفاقية بقى اللي حصلت نكتفي طبعا بالجزء اللي احنا اللي احنا قلناه بالظبط، لان احنا بنقول بلوائح وبنقول بقوانين، ما بنجيبش كلام من جبنا، وما بننطعش نهرطل في حاجات للاسف ما يقدرش يعملها. واخدين بال حضراتكم؟ احنا هنا بنقول اللي هو القوانين بتقول عليه. كمان هنتكلم هنا على موضوع انس اسامه. انا برضه هوريكم الاستاذ الجريء كان برضه في حلقه من الحلقات القريبه من اواخر الشهر اللي فات بالتحديد 29 سبتمبر، كان اتكلم في الموضوع ده وحط فيديوهات لانس، وان كله كان كوش وكان كل التمثيل في تمثيل عمليه التوقيع والكلام ده كله. ويمكن انا من اول يوم قلت برضو ان انس ملك نادي الاتحاد. فانا سمعكم برضو جزء من الحلقه بتاعته بالشهر الجديد. طبعا لان كان ممكن يفهمهم بالتغيير. وتعالى بقى يا رجل القانون، كنت هتروحوا فين يعني؟ من القانون انت سمعت الكلام اللي قاله انس اسامه في الدوري التلفزيون؟ انا يمكن موضوع انس اسامه ده استاذ جريج اتكلمت فيه من اول يوم، وقلت ده بتاع الاتحاد، وطلع فاكر الاخ اللي هو بيقول لك ده هجيب لكم الاستاذ الاعلامي اللي كنا واثقين فيه. قال ايه؟ ان الزمالك ما يطولش حقه ويقدم شكوى للاتحاد الدولي وياخد حقه. ازاي اللاعب يروح الاتحاد؟ يظهر هو التطبيقاتيه دول هم اللي ماسكين الدوري. الكلام طبعا يدل على ان تهريج، ان مفيش اداره، ان الناس ما علينا. نكتفي بالجزء ده برضو اللي احنا قلنا زمان برضو، ما اول ما طلع
الخبر ده انه مش من حق نادي الزمالك اللاعب، لانه ماضي قبل ما يمضي مع الزمالك ماضي مع الاتحاد. وده اللي قاله الاستاذ المحترم اللي هجيب لكم قال ايه، وكنا طبعا متعشمين يكون في اعلام زملكاوي شجاع، اعلام زملكاوي بيقول الحقيقه، اعلام زملكاوي مش على حسب الراي ده، انما يظهر التطبيل هو اللي ماشي وهو اللي بيعجب ناس كتير من حضراتكم. هو سمعته برضه هو قال ايه على نفس الموضوع اللي انا وقتها يمكن اعترضت على الكلام اللي هو قاله، وواحد تبعه من اللي بيتابعوه طلع شتمني. سمعته هو قال ايه؟ اتفضل اسمعوا معايا. فانا خلوهم انا خايف امضي لان انا موقع مع الاتحاد. انا موقع مع الاتحاد وخايف امضي، يعني هم عارفين. خلاص ماشي. جابوا العقود ووقع اللاعب بصوت الصوت. اللي هو التوقيع المزايد يعني كان 18 مليون جنيه في سنتين. انا ما اعرفش هل المبلغ ده، انا بصراحه انا معلش انا فاكر مثلا لاعب الباسكت ده بياخد من يعني اعظم حاجه في مين. تمام 18 مليون في سنتين طبعا يا اخي مش لاعب كبير يعني. وبعدين ايه؟ يعني كمان طالع كمان انا لا ما لا انا خلطه حر مين؟ حر مين يا باشا انت موقع؟ طبعا حر في تصعيد، انا بقول لكم معلومه، في تصعيد من نادي الزمالك وفي لجنه انضباط لاتحاد السله وفي اتحاد دولي للسله، لو وقعت عقدين هتتوقف. مش انت خايف تتوقف من الاتحاد لو وقعت للزمالك ورغم انك وقعت سبحان الله وباصل مش بس موقع، انت موقع وباصل. طيب انت دلوقتي موقع وقع للزمالك وقبليه موقع للاتحاد. طب اللي هيوقفك الزمالك مش الاتحاد، انت مش خايف؟ معقول اللي هيوقفه الزمالك اللي هو موقع بعديه؟ لا انا مش عايز يعني اكون قاسي عليك. كفايه عليكم يعني بتسمعوه ده، لان ده يدل ان الناس بتكيل بمكيالين، يعني ما بيقولش الحق. ازاي موقع الاتحاد الاول وانت حضرتك بتعترف؟ وازاي حضرتك عرفت التفاصيل انه خد كل حقوقه وانه 18 مليون والكلام ده كله، ومش عارف ان القانون مع اللي مضى مع الاول مش ضد اللي مضى مع الاول. واحنا عشان كده يا جماعه احنا ما بنناقش وما بنطبلش وما بنغيرش راينا. احنا ما بنغيرش راينا ابدا. احنا دايما عند راينا في ان الصح هو اللي يتقال. الصح فقط هو اللي يتقال. احنا عمرنا ما نقول غير الصح. الحمد لله. واخدين بال حضراتكم؟ فانتوا ازاي بتعملوا كده؟ يعني ازاي انا مش فاهم. احنا بنجيب لكم بالدليل يا جماعه، احنا بنجيب لكم بالدليل. كل كلامنا بالدليل، ما بنجيبش حاجه كلامهم وهم اللي قالوه وكل شيء. مش احنا اللي قلناه. احنا ما قلناش اي حاجه من الكلام بصوتهم وصورتهم لو عايزين وكل شيء. احنا دايما يا جماعه بنقول لكم الحق، بنقول لكم اللي المفروض يتقال. كمان هوريكم تسجيل اخر بالنسبه لموضوع عمر كمال عبد الواحد اللي يثبت كلامي برضو اللي انا قلته من زمان واللي قاله الاستاذ المحترم الصحفي المحترم. اتمنى طبعا ان هو يكون على الساحه في شفافيه شويه، وزي ما بنقول على بالنا نقول للغلط اللي بيحصل عندنا. وازاي كان بيتكلم على الموضوع ده برضه وقال نفس الكلام اللي انا قلته من قبليه بمده، ورغم ذلك ان النهارده ما بيطالبش صاحب السمو والسعاده امير الجماعه بحق نادي الزمالك. فعمر كمال عبد الواحد يعني قلنا على موضوع انس قالها ازاي، بالعكس ان اللي مضى قبلينا هو اللي غلطان، وازاي هنا هيقول عكس الكلام. وللاسف حضراتكم بتسمعوا الكلام، وكان نفسنا ان الاعلام الزملكاوي يبقى افضل من كده. وازاي في حاله ثانيه يقول لك ان عمر كمال عبد الواحد من حقنا. هسمعكم دلوقتي حضراتكم وتشوفوا بالظبط ايه اللي قاله وليه ما طالبش اداره الزمالك بحق نادي الزمالك. ده السؤال اللي هنوجهه له بعد ما تسمعوا حضراتكم
الجزء ده من التسجيل. اتفضلوا معايا. لان انا في النهايه هرجع للكاس، الكاس هيحكم بالنص بتاع الفيفا. ايه؟ متان وسريان العقد لا يعلق على اي سبب. ثاني سامعين؟ متان وسريان العقد لكن بمجرد التوقيع. خلاص؟ عمر كمال وقع على الزمالك ولا ما وقعش؟ وقع. ملوش علاقه بالتسجيل. في حاجه ولا مفيش؟ اه في حاجه. حوزة نادي الزمالك؟ اه حوزة نادي الزمالك. حوزة نادي الزمالك. ده ما تسجلش، مالناش دعوة. مالناش دعوة. ده اللي انا بقوله طول عمري وانتوا سمعتوني يمكن اكتر. مانع قانوني يمنع تبعيد العقد، ولكن اللاعب موقع ومتصور بالتيشيرت ومتصور بالتوقيع وليه فيديو ومعترف ومنزل الموضوع على حسابه. كل الادله في صالح الزمالك. امتى الادله في صالح الزمالك؟ لما نطلع للكاس. لان دلوقتي يقول لك طيب نادي فيوتشر طالع اللي هو رئيس الرابطه اللي هو المدير التنفيذي لفيوتشر اللي هو ده حاجه ضد الماده 19 من كود الايثكس في الفيفا. عارفين المواد يعني. هنعيده تاني. فطالع يقول لا الراجل موقع بعقد فيه مع مش عارف اسمها شرط الدفاع. وانا بقول لحضرتك اللاعب فيه شرط الدفاع. كمان في شرط الدفاع. ده حسب ما بيقول يعني. شهر 8 نادي الزمالك هيروح اتحاد الكوره يسلم عقد عمر كمال لو سمحت سجل لنا. اشمعنى شهر 8؟ لان الموسم خلاص تم تمديده، فبالتالي العقود تمديده. مش بس كده، نادي الزمالك يفترض، واتمنى الناس تسمعني، يفترض يبعت انذار للاعب من نص شهر 7 تعال انضم لنادي الزمالك في التدريبات شهر 8 لتفعيل عقد وتسجيلك في اتحاد الكوره. وش كده ويخطر اتحاد الكوره ده اهلا بيبقى مستند واحنا في الكوره. كفايه كده يعني، كفايه بوريكم ان اللوائح في صالح نادي الزمالك. ليه بقى صاحب السمو السعادة الامير جماعه ما رجعش عمر كمال عبد الواحد؟ وازاي الاستاذ المحترم بيقول هنا ان عمر كمال موقع معانا وحتى فتره القيد لا تمنع شريان العقود، والعقود الاتحاد الدولي ما بيعترفش بحاجه اسمها تسجيل. دي يمكن انا قلته بقى ثلاث اربع يعني من اول ما طلعت القناه من سنتين، وانا قلت على موضوع كهربا لما قالوا انه ما تسجلش، قلت الاتحاد الدولي ما اعترفش باي تسجيل، بيعترف بالتوقيع. ادي الباشا قال نفس الكلام اللي انا قلته. طب حضرتك النهارده ليه ما بتطالبش، ما بتتكلمش على ان صاحب السمو السعاده الامير جماعه ساب عمر كمال عبد الواحد؟ وازاي حضرتك تقول هنا ان الزمالك ماضي معاه والتانيين ماضوا بعدين، ده من حق نادي الزمالك، وتقول في موضوع انس ان الاتحاد مضى الاول بس الاتحاد هو الغلطان؟ يعني يا جماعه احنا كنا نتمنى نشوف اعلام زملكاوي لا يخشى احد، واعلام زملكاوي من الشجاعه ان يقول الحق سواء علينا او ضدنا. احنا هنا يا جماعه الفرق الوحيد بيننا وبين كل دول اللي اتمنى ما فيش غير اثنين، كنت اتمنى ان هم يستمروا على الصدق والشفافيه وعدم الخوف، والنوم الوحيدين الاعلاميين على حق هو الاستاذ ميم الف والاستاذ احمد جمال. لما انا قلت ان الكلام الاستاذ ميم الف انا معترض عليه بتاع انس، طلع واحد من عنده شتمني، لان هو بيعتقد ان ده هو صاحب اللوائح والقوانين. احنا يا جماعه لا عندنا اصحاب في الفيفا ولا عندنا اصحاب في الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الافريقي ولا اللجنه الاولمبيه الدوليه ولا غيره، انما احنا بندور واحنا متابعين، وفي اوروبا هنا بنشوف الحالات ومتابعينها اللي هو بقى ما فيهاش لعب. اللي ما فيهاش لعب وما فيهاش حد يقول على نادي عامل حاجه غلط يقول عليها صح، ولما تبقى ضد النادي الثاني تبقى غلط. احنا يا جماعه مختلفين. احنا ليه بنعيد لكم؟ انا بعيد لكم ليه الحاجات دي، وهنبدا نجيب لكم بالصوت والصوره لو عايزين كمان، عشان دليل واضح ان احنا الفرق بيننا وبين غيرنا. احنا لا نخشى احد، احنا بنقول الحق، احنا دايما هنكون بشفافيه ومصداقيه مع حضراتكم، لاننا بنحترم حضراتكم زي ما بقول دايما، غيركم ما بيحترمش حضراتكم، ورغم ذلك بتتصارعوا على انكم تشكروا فيهم واحنا ولا سائلين فينا. ما علينا، احنا زي ما قلت احنا بنوجه كلامنا لناس معينين، واتمنى من كل قلبي الحقيقه
ان الاستاذ الاعلامي ده والاستاذ الاعلامي الاخر في قناه الزمالك ان هم يرجعوا للحق ويقولوا الحق ويتكلموا بشفافيه، لانه لهم مستقبل رائع في الاعلام، ولكن للاسف الخوف وعدم الشجاعه، مش عايز اقول كلمه ثانيه، هي اللي بترجعهم لورا. ده رايي، وطبعا حضراتكم حرين في ارائكم، ولو حد له راي مخالف او راي على زي رايي اكتبوا لنا في التعليقات. انا جبت لكم بالدليل حالتين نفس الحاجه، هنا بنقول الزمالك لازم يصعد مع ان ما عندناش حق، والزمالك لو صعد بالتقشيط والكشط اللي موجود في العقد كان الزمالك زمانه دلوقتي قدام الفيفا، قدام الفيفا الاتحاد الدولي لكره السله. زي ما بنقول ان عمر كمال من حقنا ومحدش جاب حقنا، ليه بقى يا صاحب السمو والسعاده هو اللي لازم اللي يشتم حضرتك ويبهدل حضرتك تخاف منه وتسيب له لاعب ببلاش مجانا؟ هل ده من حقك ولا ده من حق نادي الزمالك؟ اللاعب ده كان المفروض يرجع، ولغايه دلوقتي ممكن يرجع، انما حضرتك لن تجرؤ ان انت ترجعه، واحنا هنفضل نطالب بيه زي ما بنطالب بنادي القرن، زي ما بنطالب بفرع 6 اكتوبر، زي ما بنطالب كل المطالب. اين عمر كمال عبد الواحد من الزمالك؟ واتمنى ان الاستاذ اللي انا سمعتكم كلامه دلوقتي ليه ما بيطلعش دلوقتي ويقول اين عمر كمال عبد الواحد؟ يا جماعه احنا هنا عمرنا ما هنضحك عليكم، وعمرنا ما هنقول لكم الا كل جديد وكل صادق. اهم حاجه صادق، ونحن لا نخشى احد. مش عشان واحد شخط فيا او ما غير 360 درجه واتناسى واغض النظر عن كل الاخطاء اللي بتحصل عشان انا خفت. احنا ما بنخافش يعني. جبت لكم اكتر من تسجيل النهارده عشان اوريكم الفرق بين الاعلام الجريء والاخرين. اخيرا اشكركم، والى ان نلتقي في حلقات اخرى قادمه. اترككم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.